في مشهد إيماني تتلحم فيه روح المحبة وتتجسد معاني الأخوة. هنا بقلب مدينة قعطبة في محافظة الضالع تحتضن ساحتها المناسبة العيدية ويؤدي الناس الشعائر الدينية. تصدح التكبيرات ويفرحون بمناسبة عيد الأضحى المبارك ولخطيبها رسائل مختلفة أهمها إحياء قيم الدين وأهمية الترابط بين المجتمع ومناصرة الحق وأهله. للمحتاجين أعينوا ومع الأخرى رفوروا بالله تعالى استعينوا وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وكونوا عباد الله إخوانا. غيد يرسم معالم الفرح والبهجة والسرور تتعمق فيه أواصر المحبة والألفة بين أفراد المجتمع يلتقون في صعيد واحد وفي أجواء حميمية تعكس روح الإخاء والشعور بالألفة المجتمعية فيما بينهم. وتبقى العودة إلى الديار وفتح الطرقات أملا يتوق إليه السكان والنازحون على حد سواء. الكل يسعد بلقاء أرحامه وأقاربه. العيد جو من الرحمة والتفاؤل والمحبة وعنوان توحد القلوب وصفائها وكذلك استقامتها. بالعيد تتسامى الأنفس والأرواح وكلنا نصبح بعد ذلك بعيدين عن كل حقد وغل وحسد. أملنا أن يعيد كل إنسان إلى داره وإلى قريته وإلى وطنه سالم غانم إن شاء الله وتعاد الحقوق إلى أهلها. ولبهجة العيد وطقوسه وجود عند الصغار ممن أبوا إلا أن يرسموا فرحة بعيد الأضحى المبارك تنسيهم المعاناة ولو لساعات وأيام وبوسائل بسيطة يلعبون ويمرحون وليس لهم من العيد سوى ملابس جديدة وبسمة ترتسم على مخياهم وبقليل من المظاهر والفرح يمضي عيدهم.